أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر مالية في سوق دبي المالي عن اندماج مرتقب بين شركة شعاع كابيتال في الإمارات مع مجموعة جي اف اتش المالية في البحرين، مما سيخلق شركة عملاقة متنوعة الأنشطة بقيمة سوقية تبلغ 2 مليار و500 مليون دولار. وبحسب المصادر المالية، من المتوقع أن يتركز عمل الكيان المالي الجديد على قطاعات متعددة تشمل التجزئة والأنشطة المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية، إضافة إلى التطور العقاري. وقد ساهمت أنباء الاندماج المرتقب في تسجيل أسهم شعاع كابيتال ومجموعة جي اف اتش قفزة كبيرة منذ تداولات الأحد الماضي، مع رهان مستثمرين على أن عدة صفقات تتعلق بشركة شعاع كابيتال في الأشهر الأخيرة كانت تمهيداً لاندماجها في نهاية المطاف مع جي اف اتش المدرجة في بورصتي البحرين ودبي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ هشام، ما مدى صحة التسريبات المصرفية التي تحدثت عن اندماج وشيك بين شعاع كابيتال الإماراتية وجي اف اتش؟ مرحبا، مساء الخير وشكرا للاستضافة. أختي الكريمة، إحنا يمكن في الأسابيع القليلة الماضية كانت عندنا الجمعية العمومية وتم الموافقة على استراتيجية مجموعة الجي اف اتش الجديدة، اللي هي من خلالها بنقوم بعملية استحواذ على مجموعة من المؤسسات المالية ودمجها مع الجي اف اتش. وفي الفترة القليلة الماضية الكثير من المؤسسات المالية كانت على تواصل معنا، سواء يعرضون علينا حصص للاستحواذ أو عن طريق الاندماجات. واحدة منها طبعا كانت شعاع. طبعا شعاع شركة عريقة مدرجة في سوق دبي، لها اسمها ولها مكانتها، ويديرون تقريبا أصول بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. ولكن في الحقيقة أن هذه المناقشات احنا جدا أولية ولم يتم حاليا الموافقة عليها من قبل سواء مجلس إدارة جي اف اتش أو البنك المركزي البحريني أو من الأطراف الأخرى، ولكن إن شاء الله احنا نتطلع إلى تقدم فيها المباحثات وتحقيق نتيجة طيبة، وإذا ما تمت أنا أعتقد بيكون إنجاز ونتيجة جدا رائعة حق خلق مؤسسة مالية متميزة في البحرين. نعم، تحدثت أستاذ عن الاستراتيجية الجديدة لجي اف اتش، كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعيد المجموعة إلى سابق عهدها المزدهر؟ في الحقيقة احنا في 2016 قدرنا نرجع الجي اف اتش إلى مصاف الشركات الرائدة أو المؤسسات المالية الرائدة من خلال تحقيق 216 مليون دولار من أرباح. نتوقع الأرباح العالية تستمر معنا في السنوات القادمة، لأن قدرنا في الفترة الماضية من دعم المصادر الرئيسية للدخل في المجموعة وتحقيق أنشطة مصرفية ذات كفاءة عالية. ولكن من خلال استراتيجية جديدة طبعا أن احنا بنقدر إذا ما تم الاستحواذ على مؤسسات أخرى تنوع من مصادر الدخل اللي موجودة في المجموعة وتدعم أنشطتها، وبالتالي يكون لها تواجد أكبر وقاعدة أقوى حق المستقبل. نعم، سنتابع هذا الموضوع في الأيام القادمة. الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، التأمت في العاصمة المنامة أعمال المنتدى السنوي الأقليمي لغرفة التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة أكثر من 300 شخصية تشمل مؤسسات إقليمية وأمريكية. وقد أكد متحدثون في اليوم الأول من المنتدى، أكدوا على ريادة بيئة الأعمال في البحرين في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة من الولايات المتحدة، وذلك بفضل المزايا الكثيرة الصديقة لرأس المال الأجنبي وتوفر المناطق الصناعية المتطورة والتي تلبي جميع احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات. كما أكد المتحدثون توافر فرص استثمارية مجزية بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة في عدة قطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إضافة إلى الضيافة والأغذية والعقارات.
الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة اليوم العظمى والأقوى في مجال التجارة والاستثمار، فبالتالي ارتباطنا فيها لابد أنه يساعدنا في نمو اقتصادنا، في دفع عجلة الاقتصاد، عرفت كيف، ونلاقي الفرص، لأنه كمان عندنا اتفاقية التجارة الدولية، هذه فرصة بحد ذاتها، ولكن إحنا لليوم مش عارفين نستفيد منها، عرفت كيف. فهاي من الأمور اللي لازم نركز عليها. نسعى إلى تطوير هذه الصلات بيننا وبين أمريكا، ونستفيد من خبرتهم، ونجيب مستثمرين يجون للبحرين، وإحنا كذلك نشجع أهل البحرين أن يروحون يستثمرون في اقتصاد ناجح مثل الاقتصاد الأمريكي، فتبادل الخبرات وتبادل المصالح. في سياق آخر، توقع مدير مصنع موندلز في البحرين محمد شلبي للنشرة الاقتصادية استكمال جميع مراحل إنشاء استثمار الشركة الأمريكية الجديد لإنتاج البسكويت في منطقة الحد الصناعية قبل نهاية العام الجاري 2017 بكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون دولار. البحرين تعتبر بالنسبة لنا بيج سورس لمانيفاكتشرينج هاب، بنعتبرها كمان للمستقبل، هي المنطقة اللي بنتوسع فيها لكاتيجوريز الثانية أو النوعيات الأخرى من المنتجات. فحاليا احنا بنعمل استثمار أو موجود في الاستثمار الجديد، هي مصنع جديد للبسكتس باستثمار 90 مليون دولار، ويمكن كنا أعلننا عليه من فترة، وحاليا في مرحلة الإنشاء، مركزين على التصدير من البحرين. وخلال السنوات الماضية قدرنا نحن نضيف منتجات جديدة داخل مصنعنا الحالي اللي موجود للتانج والتشيز، قدرنا نحن ننافس المصانع الأخرى اللي موجودة في المنطقة، وننافس حتى عالميا جوه شركة موندليز. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.